قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات. حلت مصممة الأزياء مريهام الرئيس ابنة النجمة الراحلة مديحة كامل مساء أمس الأربعاء 6 فبراير 2019 ضيفة على برنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا. ديت ابنة مديحة كامل الله يرحمها، تشبه لها كتير. دي مديحة كامل فنانة قديرة، كل كان بيحبها. وقالت مريهام أن والدتها حينما فكرت في الاعتزال قررت أن تبدأ في مشروع مصنع تريكو، خاصة أنها كانت تهوي هذه المهنة. ديت مريهام ابنة مديحة كامل، شاركونا بالتعليقات هل تشبهها فعلا؟ وأضافت أنها تمتلك هواية بتصميم الفساتين منذ الصغر، وارتدت والدتها من تصميمها فستان أثناء ذهابها تكريمها في إحدى الحفلات لتشجيعها، وأشارت إلى أنها أنشأت براند باسم والدتها مديحة كما ظهرت في الحلقة حفيدة الفنانة الراحلة وتدعى جمانة. دي جمانة حفيدة مديحة كامل، فيها برضو ملامح من جدتها. وعن ملابس والدتها قالت في حاجات معينة احتفظت بيها زي فساتينها في فيلم الصعود للهوية وفيلم ملف في الآداب، رغم أن الأخير كانت الملابس فيه بسيطة لكن الفيلم له ذكرى وخصوصا أنه أخذ جوائز، أما باقي الحاجات فوزعتها صدقة على روحها. كانت أنيقة وجميلة ومشهورة، ونشوف آثار عن حياتها برضو بعد قليل. وأكدت أن والدتها لم تحب المكياج وكانت كثيرا ما تخرج بدون مكياج، وكانت أجمل بكثير، وكانت تحب الملابس العادية البسيطة خاصة الملابس باللون الأحمر. وأوضحت أنها ارتدت الحجاب بعد والدتها ب3 أشهر فقط، وغير صحيح ما تردد أنها ارتدته قبلها، مشيرة إلى أنها ظلت تدعي الله أن ترتدي الحجاب وبالفعل حدث الأمر. أما عن صديقاتها المقربات في الوسط الفني فقالت كان الأقرب لقلبها الفنانة ميرفت أمين والفنانة سهير رمزي. ولدت مديحة كامل صالح أحمد في 3 أغسطس 48 بمدينة الإسكندرية لأب يملك مضارب أرز النيل على ترعة المحمودية وترتيبها الثاني بين إخواتها الستة، وكانوا 3 بنات و3 أولاد. دي صورة نادرة لها في الطفولة مع شبابها. في المرحلة الابتدائية كانت الطفلة مديحة تهوي كرة السلة وتنس الطاولة، وظهرت عليها موهبة التمثيل في مرحلة مبكرة من عمرها. دي صورة تانية ليها في عز شبابها. يقول عنها خبراء التجميل والمكياج إنها صاحبة وجه جميل لامتلاكها جميع المقاييس العالمية، ووصفت عيونها بالحزينة التي لا تنام. دي عيونها، انتوا ايه رأيكم؟ هل فعلا حزينة؟ تلقت تعليمها في مدرسة الشرطي النموذجية، وكانت درجاتها في المواد الدراسية ضعيفة بالنسبة للدرجات العالية التي كانت تحصل عليها في الألعاب الرياضية والتمثيل. فنانة قديرة ومشهورة جدا. خلال الحفلات المدرسية التي أقامتها مدرستها في المرحلة الإعدادية اختيرت للقيام بدور ربع العدوية في المسرحية المدرسية التي تحمل نفس الاسم، وحصلت على هذا الدور على كأس الجمهورية لأحسن ممثلة مدرسية. كان أول أدوارها في المدرسة. انتقلت مع عائلتها إلى القاهرة عام 62 والتحقت بمدرسة السنية الثانوية وكذلك المدرسة القومية. أثناء دراستها بالمرحلة الثانوية أتيحت لها فرصة ذهبية عندما شاركت في مسابقة لاختيار عارضات الأزياء، حيث نجحت في هذه المسابقة وبدأت مشوارها الفني بهذا المجال. كانت أمها دائمة الحضور معها ورافقتها في خطواتها الأولى نظرا لصغر سنها،
في الوقت الذي كانت تساعدها فيه على مواصلة مشوارها لاستكمال دراستها. أنا صورة نادرة ليها برضو. التقت مصادفة بالمخرج أحمد ضياء الدين ورأى فيها وجها جميلا يصلح للتمثيل في السينما، فعرض عليها المشاركة بالتمثيل في أحد أفلامه، وطارت مديحة كامل من السعادة عند سماعها العرض، ولم تتردد لحظة واحدة في الموافقة، لكنها لم تهنأ بسعادتها كثيرا، حيث رفض الأهل الموضوع برمته. في الفترة نفسها تقدم رجل الأعمال محمود الرئيس لخطبتها، وكان يكبرها كثيرا، لكنه ذو أخلاق وابن عائلة محترمة. كان عمرها وقتها 17 سنة. عندما عرض الأمر عليها صمتت لفترة وفكرت في الأمر، ولم توافق على الزواج به إلا عندما علمت أنه سيوافق على عملية بالفن، ولم توافق من أجل الحب، فهي لم تحبه إلا فيما بعد، ولم يكن حبا قويا بسبب مشكلاتها المستمرة معه. ده كان أول أزواجها. في عام 63 أنجبت ابنتها الوحيدة مريهان، وفي العام نفسه حصلت على الثانوية العامة، والتحقت بقسم علم النفس كلية الآداب جامعة عين شمس. خلفت وهي في الثانوية العامة، كان عمرها كام بقى؟ 18 سنة بقى. دي بنتها معاها، تشبه لها كتير. انتوا ايه رأيكم؟ في شبه كبير بينهم طبعا. كل ابنتها مريهان انه عندما كانت في سن صغيرة تربت في بيت خالتها بالاسكندرية، لأن والدتها لم يكن لديها الوقت لكي تعيش معها، وكانت تزورها من فترة لأخرى. وعندما تمت الابنة 12 سنة قررت مديحة أن تأخذها إلى منزلها الخاص في المهندسين. أعلن التلفزيون عن مسابقة لاختيار ممثلات جديدات، فتقدمت للمسابقة ونجحت، وأعجب بها المخرج حسن إسماعيل فأسند إليها دورا في تمثيلية الحائرة 64. وفي العام نفسه شاركت في فيلم فتاة شاذة إخراج أحمد كريستين كيلر مع ضياء الدين عن قصة شويكار ورشدي أباظة وأحمد رمزي. أنا مع رشدي أباظة. مع رشدي أباظة. تسبب فيلم فتاة شاذة في انفصالها عن زوجها لاحقا عام 65 بعد 3 سنوات زواج، بسبب غيرته الشديدة عليها وما تردد عن قصة الحب التي تجمع بينها وبين رشدي أباظة، وهي الشائعة التي وصلت لزوجها الذي كان يغار عليها بشدة، وحدثت بعض المشكلات بينهما، وكانت وقتها لا تزال تدرس الآداب في جامعة القاهرة مع حسين فهمي وعادل أدهم. ترددت أيضا في تلك الفترة شائعات بعلاقة عاطفية جمعتها بأحمد رمزي، لكنها نفتها فيما بعد. عن طلاقها قالت ابنتها مريهان في تصريح لها: والدي كان أكبر من والدتي في العمر بفارق كبير، لأن الأهل في الماضي لم يكن فارق السن مهما بالنسبة لهم، وزواج والدي ووالدتي كان تقليديا لم يسبقه قصة حب، وحدث الانفصال بسبب الفن، فوالدي كان غيورا على ماما من الشائعات التي بدأت تلاحقها مع تزايد نبوتها، ولم تكن لديه الرغبة في أن تستمر في هذا المجال، وخيرها بين الحياة معه والاستمرار في عملية، فاختارت الفن لأنها كانت تعشقه. في الأعوام الأولى من حياتها الفنية لم تكن مديحة ممثلة مطلوبة، وكثيرا ما كانت تنتظر المخرجين ليتركوا بابها، وامتد الانتظار الصامت لعدة شهور لأنها ليست نجمة شباك، وهناك مجازفة حقيقية بأن يسند لها دور البطولة في أي فيلم، فهي لم تكن تستطع التفوق على نجمات الشباك وقتها مثل نجلاء فتحي وميرفت أمين، ولم تتمكن من مجاراة نجمات الإغراء مثل شمس البارودي وناهد شريف. استمرت في تقديم أدوار صغيرة في السينما والمسرح، وتدرجت في الأدوار الثانوية حتى حصلت على دور البطولة أمام الفنان فريد شوقي في فيلم 30 يوم في السجن عام 66. كانت البداية الحقيقية ليها. أسندت إليها في عام 70 صديقتها ماجدة الخطيب دورا في فيلم دلال المصرية، ما أتاح لها لقاء حسن الإمام صانع النجوم، ثم عرض عليها المخرج اللبناني سمير الغصين بطولة فيلم قطط شارع الحمراء
عام 1971. تزوجت في تلك الفترة من المخرج شريف حمودة، غير أنها انفصلت عنه بعد عدة أشهر بسبب رغبتها في العمل الفني، واهتمت حينها بالعمل وابنتها مريهان لأنه دعاها أيضا إلى الاعتزال والتفرغ لحياتها الزوجية. نفس المشكلة، عانت من مرض القلب طوال حياتها. أصيبت المرة الأولى بجلطة عام 75 أثناء تصويرها مسلسل الأفعى، إلا أن متاعبها الصحية الجدية بدأت قبل وفاتها بعام، حيث ظلت طريحة الفراش في مستشفى مصطفى محمود لمدة 10 أشهر بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر ما استدعى مكوثها في المستشفى لفترة طويلة. بصور نادرة ليها. في منتصف السبعينيات كانت نقطة التحول الكبرى في حياتها، حيث وافقت على قبول دور البطولة في فيلم الصعود للهاوية 78 إخراج كمال الشيخ، ونالت عن هذا الفيلم جوائز كثيرة. أنا مع هارون الشريف. تعتبر أكثر الفنانات المصريات التي قدمت بطولات سينمائية نسائية مطلقة على الشاشة. توالت النجاحات وقدمت أعمالا مهمة، منها دور سياسية مطاردة معتقلة ومقهورة في فيلم العرافة عام 81 إخراج عاطف سالم، وشاركها البطولة عمر خورشيد الذي كانت تعتز بصداقته كثيرا، وأيضا ربطت بينها وبينه الشائعات، غير أن مديحة تزوجت بعدها من المحامي جلال الديب الذي جمعتها به قصة حب كبيرة، وتعتبره مريهان ابنتها مثل والدها لأنه قام بتربيتها وعملها بحنان الأب. وعن الزواج الثالث تقول ابنتها مريهان: أما ثالث أزواج أمي كان المحامي جلال الديب وهو الذي رباني واعتبره مثل والدي، وقد جمعته مع أمي قصة حب رائعة توجت بالزواج. قالت ابنتها مريان أنه في أحد الأيام عادت مديحة من هولندا حيث كانت تصور فيلما هناك، وكانت في حالة نفسية سيئة جدا بعدما قابلها أحد أقربائها هناك وقال لها إنه لم يصافحها لأنها تثير الغرائز بأفلامها، وقال لها أيضا: احذري أن ينصب غضب السماء على ابنتك لتكتوي أنت بنارها. وكان لهذه الكلمات تأثير نفسي كبير على مديحة كامل. فوجئت بإصابتها بسرطان في الثدي، وأجرت جراحة ناجحة في لندن لاستئصال الورم، وطلبت من ابنتها مريهان أن تدعو لها، ووعدتها قبل دخولها غرفة العمليات أنها ستقلع عن التدخين والسهر إذا شفاها الله، لكن سرعان ما عادت مجددا إلى حياتها الأولى، مما أزعج ابنتها مريهان. كان فيلم بوابة إبليس عام 93 مع محمود حميدة وهشام عبد الحميد إخراج عادل الأعصر آخر أفلامها. قررت الاعتزال وارتداء الحجاب عام 92 أثناء تصوير فيلم بوابة إبليس، مما سبب مشاكل بينها وبين المنتج، حيث كان يتبقى لها عددا محدودا من المشاهد، ورفضت استكمال مشاهد اليومين المتبقيين في تصوير الفيلم، مما دفع فريق العمل للاستعانة بدوبليرة لاستكمال وخروجه للنور، حيث حقق نجاحا كبيرا جدا لدى عرضه. هنا مع ابنتها. ولو عجبكم الفيلم، في أحد الأيام دخلت في مشادة كبيرة، وفي اليوم التالي ده جلست وهي تبكي وطلبت من ابنتها مسامحتها والذهاب معها إلى أحد دروس العلم، وقتها ارتدت مديح الحجاب للمرة الأولى ولم تخلعه ثانية. إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا. قناة أخبار النجوم.